تلك الكلمات المبهمة بدأت قصة حب عنيفة منذ حوالي 3000 عام بين أوديس وأيوة. كان أوديس شابا عاديا يحرس في حقل القمح لوالده العجوز، وكانت لديه بطتين وقطة صغيرة وبقرتين جميلتين. إنه يحبهم ويطعمهم ويسقيهم من نهر النيل العظيم بجوار معبد الكرنك في مدينة طيبة الأقصر حاليا. وذات ليلة من ليالي الصيف الحارة قرر أوديس أن يسبح في النهر لبعض الوقت، وكانت النجوم مضيئة بصورة جميلة في سماء طيبة، ولما لا وغدا ستكون الشمس متعامدة على وجه رمسيس العظيم. إن تعامد الشمس يحدث مرتين في العام، الأولى يوم 22 فبراير يوم ميلاد رمسيس الثاني لتعلن يد فصل شمو، ويعني في اللغة المصرية القديمة موسم الحصاد، ويعبر عن بداية الصيف وفقا للتقويمات الفلكية والسنة النجمية التي اتخذها القدماء المصريين كوحدة لقياس الزمن. وتتوغل أشعة الشمس لمسافة 60 مترا داخل معبد رمسيس الثاني مخترقة صالة الأعمدة حتى تصل إلى قدس الأقداس لتضيء 3 تماثيل من الأربعة الموجودة في داخله، وهم تمثال راحور أخت إله الشمس، وتمثال رمسيس الثاني الذي يتساوى مع الآلهة، وتمثال آمون إله طيبة في تلك الحقبة. أما التمثال الرابع للإله بتاح رب منف وراعي الفن والفنانين وإله العالم السفلي فلا تصله أشعة الشمس، لأنه لا بد أن يبقى في ظلام دامس مثل حالته في العالم السفلي. كما تتعامد الشمس مرة ثانية في 22 بابا أكتوبر يوم تتويج الملك لتعلن عن بداية فصل الشتاء آبا، وهو الاسم الأصلي للأقصر، وكذلك نسبة إلى عيد أبت وهو عيد انتقال الإله آمون من معبده في الكرنك إلى معبده في الأقصر. أهلا بك. أهلا أوديس. أخيرا قابلتك وسأسير معك. نعم إن الحياة قاسية جدا، ولا أني أفتقدك كثيرا يا أوديس. نعم، هل تعلم أني أعرف كل من في القرية؟ نعم، ولكني أفتقد والد ذكاء كثيرا. لقد كان لي معها ذكريات جميلة وأنا صغير، ولقد علمت فأعزف الموسيقى وكثيرا. وكيف لا أذكر ذلك، فأنا أذكر ذلك أيضا، لقد كانت تحبك كثيرا. يعمل طول اليوم في حقل والدك ولا تدخل البيت إلا في الليل، وأنا ووالدتك كنا نعمل طول اليوم في سلع الخبز وتحديث. نعم، كانت أمي تدير طهي الطعام وصناعة الملابس وتصنع الحلي وتعزف الموسيقى أيضا، وكانت تتحدث. نعم، وأيضا كانت تتحدث عنك طول اليوم. فماذا كانت تقول عني؟ كانت تقول إنك شاب ذكي وطموح ومجتهد، وأن المرأة التي ستتزوجها يوما ما ستكون ذات حظ. ولكنها توفت منذ عام، والآن أنا من أقوم برعاية والدي العجوز وأهتم بشؤون المنزل. ولكن إلى أين تذهبين الآن؟ أذهب إلى المعبد حتى أرى الشمس تشرق على وجه فرعون مصر العظيم رمسيس الثاني، وهو يوم ميلاده. إذن فلنذهب معا ونحتفل سويا. تبتسم أيوة على استحياء وتحمر وجنتيها، تشرق ابتسامة جميلة على وجهها الجميل.
ويتهلل أوديس فرحا بها ويحتفلان سويا ضمن المتواجدين. وبعد أيام يتجدد لقاء أوديس وأيوة مرات عديدة أثناء النهار والمساء، وتمار الحب بينهما ويدرك أنه مغرم بها. وذات يوم ليس ببعيد يقرر أن يتكلم مع والده في أن يتزوج أيوة، ويوافق والده، وتتم مراسم الزواج في منزلها الصغير، وينتقلان سويا إلى كوخ صغير بجوار منزل والده العجوز. ولكن وفي صباح أحد الأيام يذهب بالطعام واللبن إلى والده، ولكن والده لا يرد عليه، إنه قد توفى. وهنا ينفعل أوديس حزنا على والده العجوز، فقد كان يحبه جدا، ولكن ماذا يفعل الآن؟ فهو لا يملك المال الكافي لتحنيط جثمان والده. هنا تبدأ مرحلة جديدة في حياة أوديس، فقد قرر أن يذهب إلى دار حفظ الموتى ويبحث سبل تحنيط جثمان والده. ولكنه فوجئ بأن الثمن كان باهظا جدا ولا يقدر عليه، لذا قرر أن يعمل لديهم لمدة عام ولا يأخذ أجرا، وفي مقابل ذلك يتم تحنيط جثمان والده. وكان يواصل العمل صباحا ومساء حتى يستطيع العمل بالحقل صباحا وبدار حفظ الموتى ليلا. ليس فقط، ولكن أيضا كانت زوجته الجميلة أيوة تعمل في تصنيع أوراق البردي وتبيعه بالأسواق حتى تجني المال اللازم لمستلزمات الحياة. ولكن أوديس كان ذكيا جدا، فقد علم أثناء عمله أسرار التحنيط ما يجعله خبيرا مميزا فيما بعد. وبعد عام وقد سدد ثمن تحنيط والده، ولكن ليس فقط، وتعلم أيضا سر التحنيط الجيد. وبعد عدة سنوات وقد أصبح لديه طفل صغير يلعب معه ومع والدته، وكانت الحياة شبه رائعة. وقرر أوديس أن يطور نفسه في مجال تحنيط الموتى، فهو عمل هام جدا تلك الأيام ويجني الكثير من المال. وقرر أن يفتح مكانا خاصا به لتحنيط النبلاء والأغنياء، وفعلا ازدادت شهرته بين النبلاء، وكانوا يعرفونه بإماناته ومهارته الفائقة، حتى وصلت شهرته إلى أغنياء طيبة. فقد أخذ في عمل التعديلات على عملية التحنيط مرارا وتكرارا، فقد كان يقومون بتحنيط الجثة بشقها واستخراج الأحشاء منها والمخ أيضا، ولكن يبقون على القلب داخل الصدر، حيث أنه أهم شيء في الإنسان وهو ما يعتبر الضمير. وبعد ذلك يحشونه بالملح وتعرض مكشوفة على قاعدة خشبية لمدة 40 يوم في الشمس، تغسل بماء النهر العظيم، ثم تدهن بالدهون النباتية والحيوانية، وتحشى بنشارة الخشب واللبان والمر وأوراق اللوتس. ولكن أوديس أضاف إليها أيضا زيت الصنوبر وصمغ الرتنج الذي قام باستيراده خصيصا من اليمن، لذلك ازدادت شهرته بعد ذلك في اكتشافه العظيم في سر تحنيط المومياء. ومرت الأيام والليالي، ومرت معهم السنين، واستيقظ يوما فوجد زوجته وحبيبته أيوة ملقاة على الأرض لا يتحرك لها ساكن، وقرر أن يخلدها مثل الملكات، فقد كانت حبيبته الجميلة وأغلى شيء له في الوجود. ولكنه برغم شهرته وماله الوفير إلا أنه لا يقدر على أن يدفنها بمدافن الملوك، وكيف يفعل ذلك وهو من عامة الشعب؟ ولكنه قرر أخيرا أن يخترق جدار الرهبة والخوف، وبعد أن قام بتحنيطها كما تحنط الملكات وأضاف إليها العنبر والبخور الزكي،
وحملها على كتفه وراقب الطريق جيدا جدا واستعد للموت فداء لها، فإن حراس المعابد لا ينامون. ولكنه استغل تلك الليلة المظلمة من ذلك الشتاء والمطر غزيرا في منتصف الليل الدامس، وأنف يمشي حينا ويزهف حينا حتى وصل إلى باب المعبد المقدس، واخترق الكباش المتوحشة على أبواب معبد الكرنك، وقلبه يرتجف بلا الخوف والفزع إلى يقينه بحبه لأي وكان يحتوي كل جسده ويمده بطاقة وقوة جبارة لم يشهدها من قبل، وسلك الدهاليز والممرات المختلفة والطرقات الضيقة حتى وصل إلى مقبرة الملك العظيمة ووضع التابوت الذي يحتوي أيوة الجميلة. ولكنه حين ودعها بعينيه ودموعه الغزيرة وهم بالقيام للخروج، وإذا بالأفعى المقدسة التي تحرس الملك العظيمة تلدغه في رقبته ويموت على الفور بجوار حبيبته أيوة. ويأتي الحراس ويعلمون أنه يدفن زوجته، ودخلوا مسرعين لغرفة الملك وملقها على الأرض وبجواره حبيبته ورسالته التي وصف فيها حبه ووفاءه، فرق قلبهم له وعرضوا رسالته على الفرعون ملك طيبة في ذلك الوقت، ورق قلبه أيضا لهذا المسكين وزوجته الجميلة، وأمر بدفنهما سويا في مقابر الملوك. تلك القصة أحكيها لكم من واقعة البردة المسرودة إمامكم لأحيي هذا المصري البسيط وحبه الكبير، وكيف أن الحب ورقة القلب حقا قد تملأ قلوب الملوك بهذا الحب والعمل الدؤوب. عاش الفراعنة آلاف السنين وستبقى ذكراهم لآلاف السنين الأخرى بما فيها من أسرار قد أعرفه وأنشره لكم في المستقبل بكل الحب والإخلاص. وأخيرا، هذه هي الكلمات التي كتبها أوديس لزوجته أيوة، تلك كلمات الأخيرة إلى العالم. اليوم هو فرصتي الأخيرة للدخول. الحراس نائمون ولا يوجد ثعابين. أعدك أن أبقى بجوارك إلى الأبد.